أن نتبع أفضل الممارسات. فنحن لابد أن نرى كيف الدول المتقدمة استطاعت أن تحافظ على تراثها وهويتها وفي نفس الوقت أيضا تشتبك مع العصر، وكيف تختم المستهلك والمستخدم في هذه المجالات. أنا أخذ ده من كلام حضرتك وأروح لسعادة عبد الله ماجد العلي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات صاحبة هذه الدعوة وهذا التجمع الهام. أهلا بحضرتك. الطرح الذي يقدمه الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات اليوم في ظل نفس العنوان اللي احنا نتحدث عنه، ولكن أيضا في ظل التجارب التي تعود إلى 1968 والتحرك والتطور المختلف حفاظا على التراث. تحياتي في البداية أتقدم بالشكر والتقدير لكل الحاضرين في هذه الندوة. اليوم نحن بحضور قامات ثقافية كبرى مثل في أهم حقيقة المكتبات الوطنية في مصر وفي دولة الإمارات وكذلك المراكز الثقافية الكبرى. لعل الحديث اليوم عن الهوية والرقمنة أو التراث والرقمنة أمر مهم جدا. في عام 1968 أصدر المخبر له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان بإنشاء مركز الوثائق، وذلك للحفاظ على تراث وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة. التراث الوثائقي هو واحد من عناصر الهوية، حيث أن اليوم تراثنا الوثائقي هناك الملايين زرنا كثير من المكتبات أو الأرشيفات العالم، هناك الكثير من الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة بحاجة ماسة إلى الرقمنة. الرقمنة تعني الإتاحة، تعني مثل ما ذكر معالي محمد المر استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الوصول للمعلومات. مثل ما ذكرت أستاذ الكريم في البداية، لعل نحن التراث العربي مليء بالإنجازات العلمية والفكرية التي لم ترى أو لم تستطيع الوصول إلى المتابعين. وفي قضية مهمة جدا، ليس فقط خلينا نقول حفظ وإتاحة ورقمنة هذه الوثائق أو هذا التراث الوثائقي، إنما ترجمته. كثير من هذه النصوص تحتاج إلى ترجمة إلى اللغات الأخرى حتى تصل إلى أكبر عدد من المستخدمين. لعل الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات هو رائد في هذه الحركة بفضل توجيهات القيادة، وفي تجربة جدا رائعة بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والأرشيف البريطاني، حيث يقوم الأرشيف والمكتبة الوطنية برقمنة الوثائق البريطانية المتعلقة بالخليج العربي. هذا نموذج على التعاون الدولي بين الأرشيف.